رجعنا لانتبع بتحلى الحياة ومكملين مع موضوع بهم الكتار وهو التلوث يلي أصبح أزمة عالمية كل العالم عم بيعانوا منها. اليوم رح نركز على التلوث الغذائي، عم نحكي التسمم الغذائي والملوثات الغذائية مع إيميليو مونس. أهلا وسهلا فيك إيميليو، كل أسبوع رح تكون معنا رح نحكي أكثر عن هالموضوع، والبداية رح تكون عن سلامة الغذاء، شو هي وشو بتعني؟ صح، سلامة الغذاء هي بكل بساطة أو بكل اختصار هي السبل اللي نحن منتبعها نتعامل مع المواد الأولية للأكل، كيف نحضر الأكل وكيف نخزنه تنضمن نحن نوعية هالأكل أو نحافظ نحن نقدر نتوقع من التسمم الغذائي. اليوم بدنا نحكي عن الملوثات الغذائية واللي بتسبب التسمم الغذائي. بداية شو هي الملوثات الغذائية وقدي عايشة معنا؟ الملوثات الغذائية هي كل شيء بسبب التلوث الغذائي، بنقسمها نحن لثلاث مجموعات. المجموعة الأولى هي الملوثات الفيزيائية أو المادية، الثانية الملوثات الكيميائية، والثالثة هي الملوثات البيولوجية. فيزيائية شو هي؟ بنبلش نحن بالفيزيائية اللي هي أبسط أنواع الملوثات اللي نحن بنقدر دغري نلاقيها بالعين المجردة، هي الأغراض أو القصص اللي بنقدر نشوفها بالمواد الأولية اللي بنشتريها أو بالصحن اللي عم ناكله. عم نحكي عن مثلا ممكن يكون مثلا شعرة بالأكل، ممكن يكون عم نحكي عن برغة مثلا وقع بقلب مثلا المعلبات خلال التحضير واللي هو بصير مثلا ممكن يكون موجود يعني خلال التصنيع. عم نحكي مثلا كمان عن شقفة حديد مثل ما عم نشوف بالصورة، هاي شقفة الحديد اللي هي ناجمة عن نحن عم نفتح علبة المعلبات مثلا وقعت بقلبها، أو شقفة إزاز مثلا وقت كتير بنكون عم نتعامل مع الأكل يعني اللي بيوصل لعنا مثلا بالمطاعم بالمطابخ اللي بصيره قصص بتصير عرضية. هي من أسهل أنواع الملوثات اللي ممكن نشوفها ونقدر نتوقع منها لأنه السبل التوقع كتير موجودة وكتير موزعة عند الكل. بس شو بتسبب يعني هالملوثات هي عادة بتسبب نوع من التسمم الغذائي، يعني ما بنسميه تسمم مثل العوارض التسمم الغذائي اللي بنعرفها اللي هي عادة الاستفراغ، الدياري أو وجع الرأس أو هيدا. بتسبب عادة انزعاج مثلا، ممكن تسبب جرح، ممكن تسبب مثلا تفاقمات بالمعدة مثلا سوء هضم. تخيل مثلا عم ببلع برغة مثلا أو إزازة أو حديدة، يعني هالقصص هينا نقدر نشوفها وعوارضها شوي غير عن التسمم الغذائي التقليدي اللي نحن بنعرفه. ننتقل نحن على ثاني ملوثات اللي هي الكيميائية. الملوثات الكيميائية بطبيعة الحال وقت بنكون عم نحكي عن الكيميائية بنحكي عن مواد كيميائية. هالمواد الكيميائية اللي بعصرنا هلا مثل ما كنت عم بتقولي سينتيا انه كتير موجودة وكتير عم تتكاثر، وأهمها مثلا نحن بنحكي عن ترسبات المواد المبيدات الحشرية والفطرية. أوكي. يعني بالزراعة وقت نحن بنكون عم نشتري فواكه وخضرة وصلنا لوقت مثل ما عم نشوف صرنا نرش بكثافة أكثر وأكثر وأكثر تنقدر نحن نتوقع، يعني هالمنتوجات اللي نحن عم نستعملها صارت عرضة كتير على مواد يعني كيميائية عم بتكون موجودة فيها. بنشتريها نحن من السوبر ماركت توصل لعنا على المطبخ مليانة مواد كيميائية. هلا المصادر المواد الملوثات الكيميائية مش بس المبيدات الحشرية، للأسف كمان التلوث اللي صاير عنا خصوصا بالمياه اللي نحن عنا إياها كمان عم بزيد الطين بلة مثل ما بقولوا. عنا كمية مياه ملوثة عالية جدا يا اما بالمجارير يا اما بالنفايات. عم نشوف هلا مشاهد كثير مزعجة وهلا للاسف بلبنان، يعني هيدا للاسف هالصور موجودة عندنا بلبنان. يعني باي منطقة تقريبا فينا نعرف؟ هيدا نهر الليطاني للاسف، يعني هو النهر اللي بيسقي شقفة كثير كبيرة من البقاع، يعني المنطقة الزراعية اللي بتنتج كثير هلا بالاعلام. هون بنلاحظ كمان انه الفواكه والخضار صارت كثير ملوثة على النقطتين اللي حكيت عنهم. هلا نحن بنعرف انه انت ما بتاكل فراز من لبنان، مش من لبنان، مش قصة فراز من لبنان. انا بفضل ما اكل فراز من السوق، يعني لان ما فينا اقول انه لبنان بس، انه كل العالم لانه بس هون عم جد عم بتضوي على شغله كثير مهمه. دائما اقول فراز بس كمان على الفراز. ليه الفراز؟ لانه الفراز هو نوع من الفواكه اللي بتنقطف بشكل يومي او حتى دوري سريع. يعني نحن وقت بنكون عم نحكي عن تفاح او ليمون او عم نكون عم نحكي عن حيلا نوع فواكه ثاني بدها موسم تنقطفها، بينما الفراز من الصبح لعشية نحن بنقطفها. اللي بصير هو انه المزارع لانه مجبور يرش هالفرازات كرمال ما ينتزعوا، يعني بده يحافظ عليهم. المشكله بتصير انه المواد اللي عم يرشها مسموحه تنرش بس بدها فتره تفكك على القليله يومين او ثلاثه. عم يرشوا وعم يقطف من عشيه او ثاني نهار الصبح. والمشكله انه الفراز عم بيجي مثل سفنجه بيشرب كل المواد الكيميائيه اللي معرضين نحن ناخذها،
وهالمواد الكيميائية بتسبب أنواع تسمم غذائي، بس تسمم غذائي على المدى الطويل والمتوسط، يعني ما بتسبب لنا مثلا، ممكن تسبب لنا إذا أخذنا دوز كثير قوية مثلا تقيؤ أو دياري أو وجع رأس، بس المشكلة فيها أنه بتسبب أمراض على المدى الطويل، أمراض خطيرة، أمراض مزمنة، مسرطنه، مواد مسرطنه. هلا هالسبب كمان بنلاحظ انه كثير من الاشخاص لما نشتري الفريز هلا بعصرنا الحالي بنلاقيها طعمتها منا مثل لما كانت من 15 أكيد. سنه ولونها مختلف. يعني شغله بسيطه، انا وقتها كنت صغير كانوا وقتها يشتروا سله الفريز كانت سله الفريز هالقد والحبوب فيها صغار، صغار وحمر. هلا صغرت السله وكبروا الحبوب، صار عندنا نحن الحبوب هالقد، كلها مواد كيميائيه هرمونات عم تنحط، رش مبيدات، اهم شيء المبيدات اللي عم تنحط على على دائما بننقص بموضوع الفريز، مشان هيك قبل ما يعني بنغسله بطريقه مختلفه عاده، بننقعه بمي ونتفت ملح مزبوطه هيدي الشغله. هلا اللي بيصير هون عم نحكي نحن عن نوع ثاني من التلوث الكيميائي اللي مش المي وملح، خلينا نحكي شوي عن المواد وقت حكينا مواد كيميائيه عم نحكي بالمي او عم نحكي بالرش او شيء، بس لازم نعرف انه احنا اوقات كثير بيصير عنا تلوث بمواد كيميائيه من ملوثات كيميائيه بقلب البيت بقلب مطبخنا، يعني في عنا كثير ستات او اشخاص يعني بحبوا النظافة، بحبوا انه يكون بعقمه كل شيء، بدنا نحكي انه بدرجة حتى زيادة يعني بزيدوها شوي، اللي بيصير انه مثلا بجيبوا الفريز بحطوا مي بحطوا جافيل بقلبها. مايو أجافيل إذا نحن عم نحكي عن كلورين، يعني هي الميد يعني الميد اللي بتعقم، إذا بدنا نحكي عنها لازم نحط نحن تقريبا 0.1% بقلب لتر مي تنقدر نحن نقول إنه هيدي بنقدر نحن نعقم فيها. قد ما هي لما تجي على الجلد شو بصير بال تخيلوا يعني صح؟ هيدا ما عم نحكي عن المواد المعطرة كمان، يعني أوقات في عنا أجافيل مثلا بقلع ريحة لافاند أو شيء هذا، هيدي مش منيحة، أو مثلا كثير بصابنوا بجيبوا هالخضرة بصابنوها، صابون هو تنظف الملوثات الفيزيائيه يعني التراب الورق او شيء هذا، بس ما بيعقم يعني مش تعقيم، ما بيشيل المواد الكيميائيه. المواد الكيميائيه كثير سهله نحن نقدر نتخلص منها، بننقع خضرتنا وفوكتنا دقيقه دقيقتين ثلاث دقائق بمي او بمي وخل او مي وملح، خل ابيض خل احمر خل ابيض، خلينا لانه الخل الابيض هو الاكثر مكثف، في نسبه اسيد اسيتيك اعلى، يعني عم نحكي بين 5 ل 20%. ثاني شيء لونه ابيض يعني ترانسبرون مثل المي، ما بيترك ترسبات على الحبه، اوقات مثلا اذا استعملنا خل تفاح او خل عنب او شيء بيقدر يترك ترسبات او يعني الطعمه كمان والطعمة. حتى بالطعمه 100%. فافضل نعمل خلطه ثلث خل ثلثين مي خل ابيض وفينا بس مي، فينا مي بس 100%. خلص الدراسات بينت انه تقريبا المي لوحده تقدر تشيلنا نحن من الترسبات او من الملوثات الكيميائيه حوالي 20% من يعني ملوثات الكيميائيه. نرجع شوي على المي، مية الحنفيه عاده نحن وقت بنقول المي الحنفيه لازم تكون نظيفه، اي مي نحن لازم نغسل فيها خضرتنا؟ هلا اول مشكله هذه مشكله كبيره، لانه في مناطق المي الحنفيه، مي اللي بتوصل لعنا نحن بالحنفيه بتبقى نوعيتها منيحه. هلا المشكله الكبيره هو اللي هلا عم بيصير هو تلوث النبوع، يعني نحن اللي عم بيصير المصدر اللي نحن عم بيصلنا، بتبقى نوعيه المي ميكروبيولوجيا يعني ما فيها بكتيريا او فطريات او شيء 100% مزبوطه، بس بيبقى فيها مثلا هيفي ميتلز او المعادن الثقيله اللي هي مركور الرصاص اللي كمان بتاذينا اللي هي مسرطنه بدرجه اولى، يعني هون نحن اللي عم بيصير عندنا هالغلط. بس في كثير محلات يعني نحن ببيتنا حتى بنستعمل ميه الشرب، ميه اللي بتجي من الدوله نقدر نغسل، بس نحن قاعدين بمنطقه شوي بعيده عن المدينه، ما وقت بنحكي عن المدن الشبكه تعبانه، ملوثات وين ما كان، يعني عندنا شبكات المجارير مختلطه مع شبكات المي وهيدا، فعم بيصنع نحن نوعيات مي ما منيحه، مفضل انه واحد يستعمل على القليل مي بيقدر يشربها يقدر يغسل. بركي هلا بعد عم نفهم اكثر ليه لطلع لبنان بالمرتبه الاولى لعدد الاشخاص يلي عم ينصابوا بمرض للأسف السرطان. للاسف يعني عم تصدر المراتب الاولى بالقصص المش منيحه معنا، نعم بالامراض والتلوث للاسف، فيها فخورين فيها، يعني نحن عم عايشين بنسلط الضوء عليها ان شاء الله، يعني ان شاء الله ان شاء الله نقدر ناخذ يعني تبلش العالم عن جد تنتبه على شو عم بيصير قدامنا، يعني نحن المشكله انه نحن بيتقال وقت بنحكي سلامه الغذاء بهمنا الصحن اللي بالاخر اللي بيوصل لقدامنا. اميليو مشان هيك رح تكون موجود معنا كل هيدا السيزون لحتى نعرف كيف بدنا ننظم حياتنا ونكون سليمين، غذائنا سليم ونحافظ على صحتنا. أكيد. بعد في المواد الملوثات البيولوجية، الملوثات البيولوجية واللي هي أهم شيء والأكثر شيء منتشرة يعني بالمواد الأولية أو بالطعام، هي وقت بنكون عم نحكي ملوث بيولوجي عم نحكي عن كائنات حية، يعني عم نحكي عن بكتيريا، عم نحكي عن فطريات، عم نحكي عن فيروسات ببعض الأحيان،
مش بس عنا هي بحد ذاتها، عن القصص اللي بتنتجها. مثلا ممكن تنتج مثلا توكسينز او مواد سامه. وقت ما نكون عم نحكي عن هالملوثات البيولوجيه موجوده وين ما كان، يعني وين موجوده، كيف عم يعني ناخذها وشو بتسبب، تنسميها باسميها. هي بابسط الامور مثل السالمونيلا، مثل الليستيريا، مثل السافيلوكوكس، موجوده على الاكل بحد ذاته اول ما بيوصل، او مثلا موجوده علينا نحن ومنوصلها على الاكل نحن وعم نتعامل فيها. يعني في عنا كثير انواع بكتيريا بتجي من سوء التعامل مع الاكل. واحد مثلا فات على التواليت ما غسل ايديه، او مثلا عرق هو عم بيشتغل بالاكل. هالملوثات البيولوجيه موجوده كثير، بس عندنا نحن كثير لحسن الحظ سبل نتوقع من هالملوثات البيولوجيه. سهل نوعا ما، بس بدها وعي، بدها نظافه، مش نظافه اكثر ما هو ترتيب، يعني تنظيم. تنظيم كل شيء. يعني وقت بنكون نحن ست بالمطبخ مثلا عم بتقص الدجاج مثلا على خشبه، على الخشبه، ما لازم بذات تشيل الدجاجات وتحط الخضره دغري من بعضها. هالقصص لازم نحن ننتبه لها. هلا ايام بيقولوا كمان انه افضل ما نستخدم خشب 100%. يعني وبنلاحظ انه بالسوق بنقدر نلاقي اللوحات اللي بيكونوا ملونين، يعني اخضر، اصفر، ازرق، صح. حسب كل الزجاج او بقر او هلا لازم يصير هو فصل اللوحات حسب نوعيه المواد الاوليه. يعني احنا وقت بنكون عم نحكي عن لحوم شيء، وقت بنكون عم نحكي عن خضره شيء، وقت بنكون نحن عم نحكي عن يعني سمك شيء ثاني. المفضل يعني التوب هو نحن نستعمل لوحات ازاز. لوحات الازاز ليش احسن من الخشب او احسن من البلاستيك؟ لانه وقت نحن بنكون عم نتعامل مع الاكل، المشكله انه السكين بقص المواد الاوليه وكمان بيغرز بقلب اللوحات. وقت بيغرز بيعمل هالفتحات الصغيره اللي نحن ما بنقشعها بالعين المجرده، يلي بيدخل عليها كثير بكتيريا، واللي بحشوا فيها البكتيريا الفطريات. ونرجع نحن بنحط اكلنا من اول وجديد، بنرجع بنغسل. والمشكله انه وقت بنكون نحن عم نغسل، الصابونه او الليفه ما بتفوت على قلب هالفتحات لانه صغيره كثير. وهذا الشيء بنلاحظه انه بعد فتره بلش تسود. شو هو وقتها بتبلش تسود بمحلات اللوحه؟ بكتيريا. هو الفطريات والبكتيريا اللي ربيت عليها. يعني صار في عنا نحن فطريات وبكتيريا اوريدي عايشه على قلب هاللوحات. ولو نقعناها مطعم بحامض ملح وخل وجبال، مفضل انه بلا تنقع، افضل من ما انه تتنظف بس بالصابونه، لانه النقع بيعطيها وقت اكثر تتفوت المواد المنظفه على قلب الفتحات بقلبها. لكن الافضل دائما نستخدم انه اللوحات يكونوا من الازاز 100%. هلا هو رح نحكي فيهم كيف طريقه التعامل بقلب المطبخ او كيف الترتيب بقلب المطبخ بحلقات مخصصه لهذا الموضوع. بس بهن بعد وضح انه الملوثات البيولوجيه بتجي بالمواد الاوليه الطازجه، يعني وقت بنكون عم نحكي دغري شرينا مثلا فروج او شيء، وكمان بالمعلبات او مثلا بالحبوب. لانه مثلا اذا بنشوف مثل بالصوره عندنا نحن انواع بكتيريا مثل الكلوستريديوم بوتولينوم اللي هي بتفرز اقوى نوع توكسين بالعالم. هي بتعيش بقلب المعلبات. بمجرد ما تعيش بقلب المعلبات من بعد ما تصير عمليه التعقيم وتوطى الحراره بنحطها نحن على الرف بحراره مثاليه لها. يعني وقت بنكون عم نحكي عن حراره بين 20-25 درجه ترجع تتكاثر. بمجرد ما تتكاثر بتبلش تعمل انبعاثات غازات، وهالغازات اللي نحن مثل ما شفنا بالصوره بتنفخ العلبه. هيدي العلبه دليل انه هيدي ربي فيها بقلبها بكتيريا، وما لازم حتى نشتريها، نقرب عليها حتى لو الاكسبايري ديت منيحه بعدها، حتى لو الاكسبايري ديت منيحه منتفخه ما منقرب صوبها. هون بدي اسال سؤال بين الازاز والتنك كمعلبات. هو اللي بيصير انه نوعيه التنك اللي عم تستعمل هي اللي بتساوم على نوعيه الغذاء. يعني اللي عم بيصير انه التنك اللي بنستعملها بيصير عندها كوتينج، بحطوا لها مثل غلاف داخلي. يعني الاكل بيبقى في مايكروفيلمز بلاستيك بقلب التنك. وهذا الشيء اللي بضر، مش التنك بحد ذاته، لانه التنك بنعرف انه هو بيتعرض بعد فتره للسدة او شيء من هيك بغطوه من جوا. دونك الازاز بين هالناحيه افضل بكثير. بس المشكله انه نحن عندنا انواع اكل ما فينا نحطها بالازاز، لانه اذا تعرضت للضوء بتنتزع. مثل شو؟ في عنا انواع اسماك مثلا لازم تنحط يعني التونه، يعني مثلا التونه هلا بنلاقي بس كثير قليل. بس افضل ما ينحط مثلا التونه بقلب الازاز، مفضل يكون بالعلب التنك اللي عم نحكي عليها. بس كله طيب، وشو البديل بهالحاله؟ يعني شو الحل؟ الحل هو نحن اول شيء نعرف من شو بدنا نتوقع تنعرف كيف بدنا نتصرف. هيدا هو الحل. يعني نحن لازم نعرف هالملوثات موجوده، لازم نعرف انه
انه هي معرضين لها، مش انه ما بتصير معي بتصير مع غيري، انه لا انا نظيف بالبيت ما بتصير معي او شيء. لازم نعرف هالقصص انه نحن معرضين لها مثلنا مثل غيرنا، ونعرف كيف بدنا نتوقع منها. يعني وقتها بنكون نحن عم نحكي عن التنك، عن على المعلبات بالسوبر ماركت، نروح نحن مثلا اول شغله بتعرفك في كثير هلا بهالاوقات سوبر ماركت بتعمل عروضات انه نحن مثلا كل اثنين بيطلع لك مثلا بيطلع لك ثالثه ببلاش. طيب ليش السوبر ماركت ما عم تعمل شيء غلط؟ ليه عم بتسوق مثلا كل اثنين وحده ببلاش؟ يمكن لانه تاريخ الانتهاء الاكسبايري ديت قريب. هون وهذا يلي نحن ما مش دائما بنطلع عليه 100%. هون نحن وعينا لازم يكون انه نحن لازم ننتبه على الاكسبايري ديت، او اطلع بشكل مثلا المعلبات اللي عم بشتريها من السوبر ماركت. هون هو اللي بيأثر، يعني هذا اللي بيلعب دوره. بالبيت مثلا اذا بدي غسل شيء انتبه كيف عم غسله، او مثلا اذا بدي اتعامل مع حي الله مواد غذائيه كمان انتبه عليها. هلا هيدا الشيء بدنا هون اوت بارانتيز، اوقات بالسوبر ماركت بنشوف الكانز القريبه مده الانتهاء من قدام، من ورا بيكونوا الاجدد اكيد، لانه هي على متناول الاشخاص. فاكيد رح ناخذها. في غير انا بجيب من ورا وبدنا نسحب. فبتاخذي اقدم وحده. هلا السيدات بالسوبر ماركت رح يمدوا ايدهم لجوا اكثر، لا على الاكسباير ديت ايها الابعاد. اكيد هلا مفضل يعني، او بس نعرف انه ما انه كثير فيزبل، يعني ما بتنعمل انه احنا نعمل كونسومشن لقصص طازه، يعني نحن على القصص الطازه افضل ما فينا من المعلبات. كمان بين هلالين عم نحكي عن البكتيريا اللي بتتكاثر اذا شفناها من تفخن بعد عنا، بس كمان مثلا مثل الزيتون بيعمل هيك كوش من غض النظر عنه، يمكن بنشيله وبنكمل عادي. لانه مش بس الزيتون، انواع المخللات، يعني المخللات كلها انواع، عن كبيس او عم نحكي عن المقت مخلوط حي لا شيء نحن بنكبسه. اللي بصير انه بصير فيها نحن بيربى عنا انواع فطريات على الوجه، على وجه المرطبين. يعني ولا مره بنلاقيه نحن كل المرطبين بحد ذاته. ليش على وجه المرطبين؟ لانه هالانواع الجرثومات او الفطريات، يعني هي كانت بكتيريا او فطريات، هي انواع بدها اكسجين. هالاكسجين موجود بس بالشقفه الفوقانيه، لانه كل ما نزل ما في اكسجين، فبتعيش بس على الشقفه الفوقانيه. يعني الزيتونات الموجودين جوا ما بيتاثروا يعني. ابدا، بالعكس اوقات كثير بتعمل مثل طبقه عازله للاكسجين، لانه الاكسجين هو واحد من العوامل اللي بتخلي يتكاثروا اكثر الجراثيم والفطريات. فهي بتعزل يعني بتحميهم 100%. يعني نحن يعني الكونديسيون المفضله للفطريات، الظروف المفضله للفطريات وللبكتيريا تتعيش هي رطوبه عاليه، حراره متوسطه، وعم نحكي اكسجين، بنسبه اكسجين موجوده. هذا اللي بكثره. من هيك نحن بنلاقي مثلا المواد، يعني ليش كانوا جدود ما يجففوا الاكل؟ ليخففوا نسبه المي، بمجرد ما خففنا نسبه المي ما بيقعدوا يتكاثروا الجراثيم. مشان هيك بنقول طريقة المونة وحفظ المأكولات والمواد الغذائية كانت سليمة أكثر 100%. هلا بداينه أكثر أكيد. يعني بنلاحظ كثير نحن قصص مجففة مثلا، ليش بنحطهم نحن وقتها بنكبس؟ بشو بنكبس؟ بخل، بملح، هالمواد اللي بتوقف النمو. بس هذا ما بيعني إنه ما عندنا نحن ملوثات بيولوجية بيعيشوا بهالظروف الصعبة. يعني أوقات كثير حتى إذا بتجربوها ببيوتكم، بتحطوا شقفة خبز برا البراد، ورجعوا حطوها كمان بقلب البراد، برا البراد 4-5 أيام بحرارة عالية بتعمل عفنة مثل هذا الشيء. بس إذا بنخليها نحن بالبراد مثلا جمعة جمعتين كمان بتصير العفنة، بس سرعة التكاثر اللي بتختلف بتكون أسرع برات البراد، برات البراد لأنه الحرارة أعلى. بس كمان هون كنا عم نحكي هذاك النهار عن الحراره المرتفعه الواطيه المتدنيه بالبراد، يعني ما بعرف هيك بين هلالين اذا فينا نمرقها قد ايه لازم تكون حراره البراد، وليه ما لازم تكون، وليه هالقد لازم تكون حراره البراد؟ هي لازم تكون 4 درجات ثابته، يعني فينا نطلع نحن ماكسيموم 5-6 بيكون عندنا مشكله، لازم نبلش نطلع نحن على برادنا شو صاير. وحراره الفريزر ناقص 16، هيدي الحراره الايديال لكل البرادات. يعني في كثير عنا برادات ليه 4 بس وشو بيصير اكثر او اقل؟ لانه 4 هي الحراره المعتمده نوعا ما بتبطئ نمو الجرثومات او الملوثات البيولوجيه لاقصى حدود. يعني عم نحكي صيف شتي صيف شتي في عنا هيدي مشكله كبيره انه بالصيفيه بنوطي الحراره، من وطي الحراره بدنا مي بسقع اكثر بوطي حراره البراد. هون بنكون عم نساوم نحن على نوعيه الاكل، لانه وقت بنوطي بعد اوطى من 4 مثلا الخضره والفواكه بتصير يا اما تزمزم، يا اما اوقات كثير مثلا بحطينا بمحلات مطرح ما في الهواء المسقع المزبوط بتجمد، اوقات كثير تسحبه من البراد فواكه او خضره مجلده فيها ايس فيها ثلج 100%. هذا الشيء ما بيسوى، لانه 4 هي بتحافظ على نمو واطى
للجرثومات تحافظ على نوعية المواد الأولية بقلب البراد. على كل حال هالموضوع أكيد بهم كل المشاهدين وكتير فينا نوسع فيه، لهالسبب رح تكون معنا كل أسبوع لحتى نحكي أكثر بالتفصيل عن كيف بنقدر نحن نهتم بالأكل، كيف نقدر نحافظ على أكلنا ونعرف نميز بين كيف بيعتبر الملوثات الغذائية. بس عبالك تضيف شيء بخصوص موضوعنا لليوم قبل ما ننهي؟ لليوم بعتقد أنه هو مثل بداية، رح نبلش مثل ما حكيته عن موسم كامل، ورح نحكي مش بس بالأكل، رح بالبيت، رح نحكي نحن بالسوبر ماركت، رح نحكي بالشغل، بالبيكنيك، بحياة التصرف، يعني وين ما كنا نحن وبدنا ناكل رح نحكي نحن عن سلامة الغذاء. وبالبيت كمان إذا فينا اللحوم، لأنه في منه مثلا بغسلوا الدجاج ولازم نعمل بغسل الدجاج بدها حلقة لوحدة، حلقة لوحدة ما فينا نغسل الدجاج من هلا عم أكل، ما حدا يغسل الدجاج ولا ينقعوا بشي بينقعوا، يعني فيهم يفركوا بملح بخل أو شيء، بس بليز 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 ما حدا يغسل الدجاج بمي. ليه؟ شكرا لك لك إميليو مونس على كل هالتفاصيل. نحن عم نحكي عن التلوث الغذائي، بعرف انه كمان الكحول تعتبر كمان ايام تلوث غذائي لما نقول الالكول كمان مضروب. نحن هلا بالريبورتاج ما رح نحكي عن الالكول مضروب، رح نحكي بالعكس عن اغلى انانه ويسكي بس منه للشرب.